سلام البنات، لاباس عليكم؟ مزيانين، نتمنى من الله يكون لاباس عليكم. جيتكم اليوم بهذا الدريس، هذا من الله يعجبكم، دريس جديد ما داير شي، باقي جديد ومزيون. ها هو كيجي بهذه الطريقه، هذه انا بديت هذا في الاول، قلت علاش لا ما نشاركوش معاكم باش تستفدوا معانا. بالنسبه للمبتدئات اللي ما كيعرفوش هاد الدريس هذا، بسم الله نعمل دريس اخر عاد نرجع نزوق هذا. عملت هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 غرزات، وانا عندي هادي فيها 6 غرزات، وطلعت 4 المرات مع الطبقات. الحرير عندي مبروم على 3، الابره عاديه مسطى مغليدة مرقيقة، بسم الله على بركة الله. نخدمو الرندة ديالنا عادية، غرزة الرندة، 1 2 3 4 5 6 نرجع فيهم عاوتاني نفس الطريقة، ومستمرين حتى نطلعو 4 المرات. صدقوني كيجي مزيون في الكمام وجديد، باقي ما حتى شي واحد ما عملو، قليل قليل اللي عملو. كنقول لكم ماشي ما قدرش نحكم ونقول لكم حتى شي واحد ما عملو، بصح باقي ما داير شي، باقي جديد. هيدا غرزة ديال الرندة عادي بحال اللي كنخدمو الرندة، كنتمنى نكون خفيفة على قلوبكم. تعاونونا بالإعجابات ديالكم، كومونتير هدا، معايا العين ديالي كيحفظ حدايا. دابا الطريقة هادي، يلا الله يرضيك. هذا الطريقة هذه، واحد جوج ثلاثة، باقي 3 طلعت، خصني 4، عاد نبدا نزوق، 1 2 3، شنو قصة التلفاز؟ كنعتذر، صوت التلفاز مجهدة يا نوض. هاد الخيط خصني نحيدو، غنهبطو تو بهاد الطريقة هادي، باش ما يبانشي، ونتكي هنا تو، باش نعمل خيط اخر فوق منه.
الخيط ديالي. هيدا نكملو الخدمة ديالنا. هيدا بعد ما كملنا 4 الغرزات 4 الطلعات عفوا، هيدا بهذا الشكل 1 2 3 4. دابا نرجعو فهادي باش نهبطو الخيط هيدا للثوب. نتمنى الله يكون فهمتو الطريقة هادي. ها تبعوا معنا الخطوات، ساهل في نفس الوقت ومزيون، كيجي مزيون الشكل ديالو. حنا هبطنا للثوب، درو غرزة واحدة، جوج، ثلاثة، ثلاثة، أربعة. قطع هاد الخيط هذا، ستة، سبعة، ماشي الحبكة، نضربو غير غرزة درندا، 8، 9، 10، 11، صافي 11، ونوقفو. نوريكم طريقة الزواقط هادو، نرجعو نكملو الدريس ديالنا. الخيط عندي بروم حرير عفوا 3 الشعرات حتى هما. هيدا نجيو هنايا ماشي للراس، للجن، نضربو غرزة ديالنا هنايا كيما يكون إضاءة واضحة، نضربوها ماشي في هاد الغرزة اللي هنايا، في هاد اللي تحت منا. بسم الله. هيدا نجيو نضربو بالراس، هيدا الطريقة هادي باش نعملو الدري السنيونة ديالنا. ديك ستيتوين هاهما جوج لاويات، نجيو هنا الغرزة التانية، جوج، جوج، ثلاثة سنيونات. هاي تبعوا الخطوات سهل، تبعوا معنا. دابا غنجي نخشي الخيط هنا تحت هاد الضريس اللي عملت، باش نرجعو هنايا. الخيط هذا اللي عندي زايد هنا، هنا نخشي الخيط هنا، نخرجو من هنا، نجي هنا للوسط، نحسب 1 2 3، 1 2 3، نجي ونضرب هنا في الوسط الخيط، نخرجو من هنا تحت الدريس آخر. هيدا بهالطريقة هذه، أتمنى الله يكون واضحة معكم.
نرجع نفس الطريقة، نخرجو تحت الضريسة أخرى أو تاني. صدقوني الشكل ديالها كيجي مزيون. هيدا دابا نجيو هنا للراس، نخرجو الخيط ديالنا باش نعملو ضريس في جهة أخرى، نربطو هيدا. من بعد نعملو غرزة ديالنا هيدا بالرندة باش نعملو فيها الضريس بالطريقة هادي. هيدا الغرزة التانية، نعمل جوج، هاي جوج لويات، كاين اللي كيعمل ضريس كبير كيلوي ثلاثة لويات، وانا كنلوي غير على حسب الضريس. فضلت نلوي جوج لويات، نجي هنا نضرب الغرزة ديالي، هيدا نلوي جوج لويات، ريمات كنعتذر منكم، كيحرك الكاميرا. صافي حنا كملنا الضريس ديالنا، نرجع عاوتاني نفس الشيء، نخرج من هنا من تحت الضريس اللي خدمت، نرجع هنا للوسط هيدا بالطريقة هادي. نتمنى الله يكون فهمتوا معايا، تبعوا الخطوات وغتفهموا ان شاء الله يا ربي. هيدا الشكل هذا، هيدا كيجي بهذا الشكل. ملي نرجع هنا الخيط ونخليه شي هنا، نتكيف وسط الثوب ونطلعو من هنا بهذه الطريقة هذه باش نخدم هنايا، باش نخدم هاد الثلاثة السنيونات اللي هنايا. نجي لهنا نضرب واحد الغرزة جوج نخدم فيها، الطريقة هادي هيدا. حنا سالين الدريس ديالنا، ثلاثة واحد جوج ثلاثة، الشكل ديالو كيفاش كيجي؟ صدقوني كيجي مزيون وخفيف وباقي جديد، ماشي شي ضريس. نرجع عاوتاني نفس الشيء، كيف وصلتو باش ما يبان لينا شي العيب هنايا بالخيط، ها هو ما كيبان شي. نرجع هنايا، نرجع للراس، نضرب الخيط ديالي باش نعمل الضريس ديالي عاوتاني. نربط الخيط، نجي لهنا نعمل الضريس، هاد الشكل هذا. صافي
صدقوني كيجي مزيون الشكل ديالو، انا عجبني ملي شفتو قلت علاش ما نعملوشي نشاركو معاكم باش تستافدو معانا نتوما. تريس اخر ثالث الطريقه هذه، نجيو نخرجوا هيدا تحت منه تحت هاد الدريس هذا هاد الموطا هذا، نجيو هنا للوسط الوسط نخرجوا عاوتاني اللي برا من هنا تحت اخر الطريقه هذه، عاوتاني نفس الشيء نخرجوا اللي برا تحت هاد الدريس هذا هيدا ثلاثة الخيوط هيدا، نجيو هنا طلعوا الخيط ربطوه الورزة التانية نعملو الدريس ديالنا عاوتاني الشكل هذا هيدا الشكل هذا، تنكملو الدريس ديالنا نتمنى الله يكون عجبكم الدريس تستافدوا معانا تبخلوش علينا الاعجابات ديالكم والابوني فضلا منكم ليس امرا منا. هيدا كيجي بهاد الشكل هذا، نرجعو تاني للقاعدة هادي هيدا خرجوا الخيط خرجوا تحت من هادي هاد الشكل هذا نفس الشيء عاوتاني خرجوا تحت من هادي ونتكيو في التوب بهاد الطريقة هادي باش ما يجينا شي الدريس ديالنا الا عملناه في الكميمات ما كيجينا شي معيب. نطلب من الله يكون استفدتو معانا كون جاتكم هاد الخدمة مزيونة ثم الله طبقوها شي قميص ولا جلابة الطريقة ديالو جميلة صدقوني الشكل ديالو رائع. حتى الدرس المقبل ان شاء الله. السلام عليكم وشاركوا معنا وما تبخلوش علينا بابوني ديالكم الاعجابات. سلامه.